ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ مع بعض حل صفحة 62، السؤال رقم 3. اختر السؤال. 1، عناصر نقط اكثر العناصر استقرارا. احنا قلنا ان احنا عندنا الفلزات بتفقد عشان تبقى مستقرة، لا فلزات بتكتسب عشان تبقى مستقرة. الغازات الخاملة لا بتفقد ولا بتكتسب. رقم اتنين بيقول لك كل مما يأتي من العناصر اللافلزية أحادية التكافؤ. أحادية التكافؤ ما عدا مين بقى؟ ماشي، واحدة واحدة مع بعض. فلور أحادي، كلور أحادي، بروم أحادي، يبقى عدا مين؟ الليثيوم ال اي فلزي اصلا. ماشي. 3، العناصر الاتيه لها اكثر من تكافؤ، عدا مين؟ قلت لك في نحاس، تمام، كبريت، تمام، نيتروجين، تمام. المشكله عند مين ملهاش اكتر من تكافؤ؟ البوتاسيوم. رقم 4، تكافؤ الكبريت. الكبريت عندي فيه ثنائي وفي رباعي وفي سداسي، يبقى على طول الاجابه جميع ما سبق. رقم 5، عنصر عدده الذري 12 يكون تكافؤه كام بقى؟ وزع الكتروني 2 8 2، يبقى على طول ثنائي. ماشي ماشي. رقم 6، العنصر ثلاثي التكافؤ يحتمل ان يحتوي مستوى طاقته الاخير لذرته على كام الكترونان؟ ثلاثي التكافؤ عند احتمالية، لا اما بالموجب لا اما بالسالب، لا اما ياخد 3 الكترونات لا اما يفقد 3 الكترونات. فانا بتكلم على مستوى الطاقة الاخير اهو، يعني مفيش ابسط من كده، بتكلم على مستوى الطاقة الاخير. مستوى الطاقة الاخير لو في 3 هيفقدهم ولا هيكتسبهم؟ الله ينور عليك، اقل من 4، يبقى هيفقدهم وهيتحول لتكافؤ موجب 3 زي الالومنيوم مثلا. طيب رقم ب بيقول لك 5 فقط، الخمسة دي هيفقد ولا هيكتسب؟ اكتر من 4 ولا اقل من 4؟ اكتر من 4. فاضل له كام عشان يوصل للتمانية؟ باقي له 3. قال لا، يبقى على طول كده 3 او 5. ماشي ماشي. رقم 7، تكافؤ الارجون. على طول اي عنصر خامل وزع الكتروني هيبقى لك تكافؤه بصفر لانه لا يشترك في التوازن الكيميائي تحت الظروف العاديه. رقم 8، ما الصيغه الكيميائيه للمركب الناتج من اتحاد ايون الكالسيوم مع ايون النيتروجين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندي على طول النيتروجين ماله؟ ثلاثي، والكالسيوم ثنائي، يبقى على طول ابص قدام الكالسيوم يبقى فيه 3 وقدام النيتروجين فيه 2 عشان خاطر هما بيبدلوا مع بعض، او بنظريه الطعميه والرغيف. ماشي، يبقى على طول زي دي. رقم 9، تكافؤ عنصر النحاس في مركب CuO. قلت لك مثال قريب من شويه، اعمل المركب اهو قدامك، سويه بالصفر، حط Cu بتساوي كام عايزها، والاكسجين اصلا ثنائي، ودي سالب 2 الناحيه الثانيه عكس الاشاره، يبقى السي يو بتساوي 2. طبعا احنا متفقين انا بحل بسرعه في الاسئله المتكرره، اللي انا عملت شبهها قبل كده، اللي انا قلت لو انت مش فاهمها اكتبها لي في الكومنت، ما كتبتهاش هتلاقيني بحلها هنا بسرعه. طيب كتبت لي هجيب لك امثله واعملها لك في فيديو لوحدها. ماشي، لو انت مثلا سمعت الفيديو متاخر بعد ما الفيديو ده نزل وخلاص، يعني انا ما اعتمدتش ان في حد طلب او في حد طلب السؤال غير ده فتره، مش هستنى الفتره دي كلها. فانت في اي وقت انت عايز تسال اي سؤال اساله وانا هجاوبك، في لو مش في ده شرح الدرس ده هيبقى في شرح اي فيديو تاني لا تقلق، او هعمل لك فيديو مخصوص يا عم، او اكلمك انت مخصوص لا تقلق. سؤال رقم 10، من المجموعات الذرية ثنائية التكافؤ. مجموعة ما شاء الله، انا قلت لك عندك كلهم مالهم، عشان اكرر عليك تاني،
المجموعات الذريه كلها سوالب ما عدا مجموعه واحده بس، مجموعه الامونيوم NH4. شوف انا حافظها ازاي. طيب كلهم احاديه ما عدا كبريتات والكربونات. طيب واحده كمان ثلاثيه تبقى فوسفات. يبقى انا عندنا مين كده ثنائيه على طول؟ كبريتات. رقم 11، تختلف مجموعه الامونيوم عن مجموعه الكربونات في ايه؟ عدد الذرات، الامونيوم فيها كم ذره؟ واحدة N 4H يبقى خمس ذرات. الكربونات C واحدة، 3 O يبقى 4، يبقى في عدد ذرات فعلا مختلف. ماشي. نوع الشحنة، الأمونيوم الوحيدة الموجبة لكن الكربونات سالبة. التكافؤ، الكربونات زي ما قلت لك في السؤال اللي فات إنها ثنائية هي والكبريتات، أو الأمونيوم أحادية موجبة. يبقى إيه؟ يبقى جميع ما سبق. رقم 12، تختلف مجموعة النيتريت عن مجموعة النترات في ايه بقى؟ النيتريت والنترات. ماشي. النترات بدل ما قلت لك ات تبقى على طول اختلاف مقارنة بحاجة، مقارنة بحاجة فيها ات تبقى على طول الاختلاف في عدد ذرات الاكسجين، يبقى على طول الاختلاف في عدد الذرات. للتأكيد برضو، للتأكيد للتأكيد يا عم الحاج، انت عندك سؤال ما فهمتوش عشان انا شرحته بسرعة وحليت بسرعة خالص بعيد، بسرعة 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 بسرعة، سمعت كل الفيديوهات وفهمت سؤالك تمام شكرا جدا، لكن ما فهمتوش اكد عليا عشان خاطر افهمها لك في حتة تانية خالص. ماشي ماشي، لا تقلق، انا لا اكل ولا امل من الاسئلة من الطالب اللي عايز يفهم، اكل وامل من الطالب اللي عاوز ينقش الواجب بس. انا اعمل لك فيديو طويل عشان خاطر اللي داخل اللي يسمع ما يدخلش يسمع عشان نقش الواجب. نقش الواجب في عندك كراسة اجابات، يعني هتضحك عليا ولا تضحك على نفسك؟ انا جاي هنا عشان نفهم، فاللي انت عايزه انا على ليك. السؤال رقم 13، الصيغة الكيميائية لنيتريت الصوديوم هي صوديوم ان ايه؟ طب والنيتريت؟ النيتريت قلت لك بيختلف عن النترات في عدد ذرات الاكسجين، اكتر ولا اقل؟ نيتريت اقل. اقل بكام؟ بواحدة. ماشي. النيتريت NO2، النترات NO3. قلت لك اوت عد عدد الاكسجينات اكتر من اتنين اكيد. طب مقارنة باي حاجة تانية بنختلف في عدد الذرات؟ اكيد المعلومات دي لازم تثبت في دماغك عشان خاطر وانت بتحل اي سؤال تبقى داخل تفكر ازاي. ماشي، عايزك تفكر في السؤال بطريقة غير تقليدية. رقم 14، في المركب اللي قدامك ده هوت يكون تكافؤ العنصر اكس، تكافؤ اكس كام كده؟ عمل لك باي 2، عمل لك ما بين قوسين وبراها 2، يبقى ده تكافؤ اللي هنا. هعملها لك في الورق عشان خاطر تبقى فاهمها تاني زي ما عملناها في المركب اللي فوق ده. هعمل لك حاجة تانية خالص. زي ايه مثلا؟ Na2S4، زي مثلا MgSO4، حاجة زي Al2SO4x3. واحدة واحدة مع بعض، واحدة واحدة مع بعض. عندنا ال SO4 مجموعة ثنائية والان ايه احادية، فروحنا واخدين الاتنين اللي بتبقى هنا رميناها جنب الان ايه بنظرية قرص الطعمية والعيش البلدي. طيب الام جي ثنائي ودي ثنائي، الاتنين طاروا مع بعض. طب هنا دول الاتنين مختلفين مع بعض، Al2SO4x3. التو بتاعت مين؟ بتاعت دي رميناها هنا، ودي بتاعت دي رميناها هنا. ليه؟ عشان خاطر انا محتاج 3 من دي عشان اكمل 2 من دي، محتاج 2 من دي عشان اكمل 3 من دي. ماشي، هي بتبقى ماشيه بالمنظر ده. لا تقلق، الموضوع سهل جدا. انا بعملها على طول ازاي؟ مثلا انا ببقى عارف تكافؤ الحاجه بطريقه، انا بقى يعني بطريقتي وبطريقه الناس الكبار، يعني الطريقه دي مش ليه بس. بص على السخان كده مع بعض عشان خاطر اقول لك الطريقه اللي احنا بنعملها يا عم احنا كبار كده، عشان خاطر اخليك راجل كبير محترم كبير جدا جدا جدا. انا معايا اشوف الشق، اي مركب معايا هيبقى من شق موجب وشق سالب، صح؟ صح. الشق الموجب اشوف تكافؤه فين،
مثلا وليكن سي ايه مثلا، بيبقى هو الموجب. موجب كام؟ موجب 2. طيب والسالب مثلا وليكن ان سالب، سالب كام؟ سالب 3. مش دي 3 ودي 2، يبقى على طول سي ايه 3 ان 2. في اي افتكاسه؟ الثلاثه اللي هنا رميناها هنا، والاثنين اللي هنا رميناها هنا، في اي مشكله؟ مفيهاش اي مشكله خالص. يا رب تكون فهمتها. لو ما فهمتهاش بطريقه الناس الكبار، انا امشيها لك واحده واحده بطريقه الناس صغار بس مخهم كبير يا عم، يلا عشان خاطر ايه، انت حبيبي بس. يبقى على طول اتفقنا هنا، بدل ما في رقم الناحيه دي ده بتاع الاكس، هو بيسالك على تكافؤ العنصر اكس، تبقى على طول 2. بينما تكافؤ، بينما تكافؤ ان او 3 بقى، الان او 3 تكافؤها هيبقى قدام الاكس، في رقم قدام الاكس لا، يبقى احادي، يبقى الاكس ثنائيه والان او 3 احاديه. رقم 15، تكافؤ عنصر الحديد في مركب اف اي اس او 4، ماله؟ الاس او 4 ده مالها؟ ثنائيه. يبقى كده على طول، بدل ما مفيش رقم قدام الاف اي ولا في رقم قدام الاس او 4 وده ثنائيه، يبقى ده على طول ثنائيه. دخل دماغك كده في الكبير، ما تفضلش ممشيها في الصغير، ماشي؟ لو عايز الطريقه احلها لك تاني، بس احنا حلينا الطريقه في الفيديو اللي فات. رقم 16 بيقول لي عدد ذرات جزيء نترات الامونيوم يساوي كام؟ عدد ذرات، احنا اتفقنا ان هو بيقول لي نترات الامونيوم، ماشي؟ النترات قلت لك ان وات، عد عدد الاكسجينات اكتر من 2 يبقى ان او 3، ماشي؟ نيتريت هتبقى ان او 2، ماشي؟ نترات عدد الاكسجينات نحطها ب3. الامونيوم ماله؟ الشق الموجب ان اتش 4. خلصت المركب ده؟ هو عايز ايه بقى؟ عدد الذرات في الجزيء ده. عد معايا، 1 و4 5 6 و3 9، يبقى كله على بعضه 9، يبقى رقم 16 9. رقم 17، اي الجزيئات التالية يحتوي على 9 ذرات اكسجين؟ 9 ذرات مالهم؟ اكسجين. رقم الف بيقول لي كربونات الالومنيوم دي محتاجة انك تكتب كل مركب او كل جزيء من اللي معايا. رقم 1 بيقول لي ايه؟ كربونات الالومنيوم. رقم 2 بيقول لي مين؟ رقم 2 بيقول لي كبريتات الالومنيوم. رقم جيم كربونات النحاس نترات البوتاسيوم. متفقين ان كربونات الالومنيوم رمزها كربونات، كربون وآت معناها اكتر من 2، يبقى سي او 3. تكافؤها كام؟ ثنائي. طب والالومنيوم تكافؤه كام؟ هنشوف. ايه ال تكافؤه كام بقى كده؟ دي 2، ونروح راسين دي التلاتة بتاعت الايه ال. عد عدد ذرات الاكسجين، هو بيدور على حاجة فيها 9، عدهم دول بقى. التلاتة دي اكيد هتتضرب في التلاتة دي، هتتحول معايا 3 في 3 بكام؟ 3 في 3 ب9. دي معناها ضرب، ماشي؟ دي معناها ضرب ما بين قوسين، ودي بره دي معناها ضرب. 3 في 3 ب9، والحمد لله. بدل ما تقعد تتعب نفسك في المركبات كلهم، على طول تشتغل. لو كانت دي مش 9 تشتغل على ده، لو دي مش 9 تشتغل على ده، لو دي مش 9 تشتغل على ده، وانت هتوصل له. انما دي طلعت 9، على طول تختارها وتلف الناحية التانية تشوف السؤال اللي بعده عشان ما تحرقش وقت كتير. رقم 18، من خواص الأحماض أنها أول حاجة تزرق، إحنا قلنا الحموضة بتبقى نار وبتخلي الحاجات حمر. تعطي أيونات اتش الموجبة عند تفككها في الماء، تخدر صبغة، ما عندناش حاجة بتخدر في الدرس اللي عندنا، ذات طعم قابض. لا طبعا، قلت لك الليمون طعمه مش قابض، طعمه لاذع، روح دوق الليمون والخل هتعرف
انا قصدي على ايه. رقم 19، يمكن ان تحتوي الاحماض على اي من المجموعات الذريه السالبه الاتيه، على مين؟ على طول اول ما يقول لك حمض في اتش موجب ما ينفعش يرتبط مع او اتش سالب عشان هيكون لي ميه مش حمض، ماشي؟ فعلى طول هيدروكسيد السالب، ماشي؟ مجموعه الهيدروكسيد السالب. رقم 20، اي النقط هو المسؤول عن الخواص الحامضيه؟ على طول اتش موجب اللي ما ينفعش يرتبط مع او اتش السالب في القواعد، عشان اي قاعده مع حمض هيطلع لي الميه اللي في الاخر دي عشان اتش والاو اتش اللي معاه. رقم 21، بيقول لي جميع الاحماض الاتيه قويه، عدا مين؟ اتفقت معاك ان ده حمض ضعيف جدا جدا جدا، ماشي؟ رقم 22، اي المركبات الاتيه لا يتفكك الى ايونات بسهوله؟ احنا قلنا ان اي حاجه مش هتتفكك بسهوله معنى كده انها تبقى، او مش هتتأين بسهوله معنى كده انها تبقى ضعيفة. طب هم كلهم قويين ما عدا الحلو ده ضعيف. رقم 23، اشترى عادل كوبا من الزبادي فوجد طعمه لاذعا، فاستنتج انه يحتوي على المركب من ايه بقى؟ طعمه لاذع، حمض، ماشي؟ رقم 24 بتقول لك كل مما يلي يحول لون ورقة عباد الشمس الحمراء الى زرقاء ما عدا حاجة واحدة بس. ايه هي الحاجة الواحدة دي بس؟ اتفقنا ان اللي هيحول اللون الاحمر للون الازرق حاجه قاعديه، دي قاعديه، دي قاعديه، دي قاعديه، ده ولا حمض ولا قاعده اصلا، ده ملح، ماشي؟ زيه زي الاكسيد، لما يحط لك اكسيد او ملح هو هما الاثنين واحد، ماشي؟ الاثنين واحد، انك تختارهم ان هما ما بيأثرش على ورقه عباد الشمس، احنا اللي بيأثر عندنا لا اما حمض لا اما قاعده، لكن ملح واكسيد مش هيأثروا عليهم، ماشي؟ رقم 25، كل مما يأتي من الأكاسيد اللافل الزي عدا مين بقى؟ الأكاسيد اللافل الزي معناه كده ان انا معايا لافل لازم مرتبط بالاكسجين. طب عدا يعني هو عايز حاجة فلزية، معناه كده ان انا عايز عنصر فلزي مرتبط بالاكسجين. امين امين. رقم 26، رقم 26 بيقول لي عدد العناصر المكونة لجزيء حمض النيتريك مقارنة، يعني هو عايز حاجة هنا، عدد العناصر المكونة لجزيء ملح مين؟ باروتشيلي، هو هو، يبقى يساوي. رقم 27، عند اتحاد الايون ام جي موجب 2 مع المجموعة الذرية سي او 3، ماشي؟ يتكون ايه بقى؟ على طول بيتكون ملح. ليه؟ لان ده ولا اكسيد ولا او بس فهيكون اكسيد، ولا اتش ولا دي اتش فهيكون حمض، تمام؟ ولا دي او اتش فيكون قلوي، هو اي سالب وموجب على طول بيكون ملح، اي موجب وايون سالب بيكون ملح، ماشي؟ رقم 28، من الاملاح التي لا تذوب في الماء، ايه بقى من الاملاح التي لا تذوب في الماء؟ ده بيتأين بسهوله، ده ملح الطعام بيدوب بسهوله، ده الاس بيدوب بسهوله، يبقى لا تذوب في الماء اي جي سي ال، ماشي؟ وموجود عندك. رقم 29، يتفق مركب Na2S مع مركب KCl في كل مما يأتي عدا ايه بقى؟ انا عندي Na2S، معنى كده ان الاس ثنائية ادت ال Na2، طيب مع مركب KCl، Cl احادية ادت ال K واحد بس، فاتكتب بالصيغة دي وده اتكتب بالصيغة دي زي ما احنا اتفقنا، ده اتكتب بالصيغة دي وده اتكتب بالصيغة دي زي ما احنا اتفقنا. طيب احنا عايزين ان هم كل دول متفقين ما عدا حاجه واحده بس اللي مش متفقين عليها، ايه هي؟ تكافؤ الفلز المكون للمركب ماله ان ايه بواحد والسي والكي بواحد. طيب التاثير على صبغه عباد الشمس، الاثنين بيأثروا نفس التاثير، ماشي؟ تكافؤ اللافلز المكون للمركب، هاجي هنا على الايون ده وابص على الايون ده، ده 2 وده 1، يبقى هي دي، ماشي؟ كونها من الاملاح، الاثنين من الاملاح فعلا. رقم 30، يسمى ملح كبريتات النحاس المائية بإيه؟ أي كبريتات النحاس المائية بتبقى على طول زرقاء، افتكرها بالكلام ده، ماشي؟ كبريتات النحاس المائية على طول زرقاء، ماشي؟ فمفيش حاجة زرقاء هنا في الملح التوتي، أنت المفروض عارفها وحافظها كويس، في الجدول الأخير في الدرس ده مكتوب. رقم 31،
ما اسم المجموعة الذرية الموجودة في كل من ملح بارتشيلي وملح التوتيا الزرقاء على الترتيب؟ أنا عندي بارتشيلي ماله من مجموعة النترات، طيب والتوتيا الزرقاء من مجموعة الكبريتات. أدور في الاختياري على اللي أنا بقوله ده، أول واحدة مجموعة الأمونيوم، مجموعة النيتريت، لا، تاني واحدة مجموعة الهيدروكسيد، مجموعة الكربونات، مستحيل، مجموعة النترات ومجموعة الكبريتات. ماشي، عايزك تبقى واد لعيب كده. هوقف معاك الفيديو ده لعند هنا وهبدأ أحل الصيغ الكيميائية وأسماء المركبات الفيديو الجاي.